ضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا حكمة وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Halaman 88. Ya, alhamdulillah. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في
أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أن إنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله Yeah.
pelajarannya. Bismawati tuli jika dibaca wasol. Bismawati tuli wahid jangan main tamat berangkatan inna silwana watna hidupin nakomi Ibrahim sholla wa ahidna but
Bacaan ismam. Ismam adalah isyarah mencucu di tengah degung terdapat dalam Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 11 juz 12 berbunyi qalu ya abana ma nanya panjang ya qalu ya abana ma lakala ta'man na ala yusuf yusufnya pendek satu lagi wasol. Jadi juga
kecuali ya dari ayat-ayat